معاك يا كابتن ايمن، فرحه مهمه جدا الحقيقه، وفوز اكتر من رائع لفريق النادي الاهلي. بدر بنون المزيان ابن المغرب وابن يمكن النادي الاهلي بقى دلوقتي، مبروك يا بدر، اداء وثقه وهدوء، ويمكن في كاريزما كبيره جدا بينك وبين جمهور النادي الاهلي. كنا بنتمنى ان يبقى عندنا حد بقيمه بدر بنون الحقيقه، يعني بهنيك وبحييك. مباراه مهمه على غريم كبير جدا زي نادي الزمالك، شايف الفوز النهارده ايه وبيمثل ايه لبدر بنون؟ اولا الفوز ده، اولا انا عاوز اهدي لكل جمهور النادي الاهلي، الحمد لله كنا عاوزين نكسب الماتش ده علشان نرجع الثقه بينا وبين الجمهور بتاعنا. اول مباراه كانت كويسه قدام الاسماعيلي، بس ثاني مباراه الصراحه ما كانش الاداء كويس، بس اليوم الحمد لله استطعنا اننا نحسن في ادائنا ونطور منه، وكسبنا بنتيجه كبيره وبالاداء برضه. حبيبي الجمهور وحضوره وتشجيعه، يمكن انا عارف حضرت، يمكن انت في الرجاء وجمهور الرجاء الحقيقه جمهور كبير جدا، لكن النادي الاهلي جمهور مختلف. لو يسمح الاستاد ان في عدم جمهور النادي الاهلي الامر كان يكون مختلف كبير جدا. هو بص حبيبي، الجماليه بتاع كره القدم هي اصلا الجمهور. مباراة كبيرة زي المباراة بتاع اليوم لازم يكون فيها جمهور. انت شايف اليوم الجمهور خلى اللاعيبة كلها بتدي اكثر ما عندها علشان تبقى راضية الجمهور بتاعها. الحمد لله لولا الجمهور النادي الاهلي لما كانش النادي الاهلي، ده حقيقة. في كل الفروع الجمهور بيلعب دور كبير، الحمد لله اننا اليوم استطعنا اننا نفرحهم، ونتمنى ان شاء الله اننا نخلص السنة دي كلها افراح معاهم ان شاء الله. نقدر نقول سر تألق بدر بنون في تركيزه، تدريباته القوية، تركيزه الكبير، اصراره وعزيمته، نقدر نقول كده بدر؟ الحمد لله اي واحد بيشتغل وبيجي على نفسه ربنا بيكافئه. الحمد لله اليوم مش بدر بنون لوحده اللي عمل الفارق، بس اللعيبه كلها كباتش الفريق كان معسكر كويس بالنسبه لنا، كل الناس كانت بتتكلم على ماتش القمه. برضو عاوز اقول هارد لك نادي الزمالك، اليوم نجح مباراه القمه وكانت مباراه كبيره. برضو اقول شكرا لكل الناس اللي جهزوا الاحتفاليه دي والملعب بالشكل ده، الصراحه الناس تعبت علشان تشوف حاجه كويسه من كره قدم. اليوم الحمد لله خليناهم مبسوطين وشافوا مباراه كبيره بالناديين الكبار اللي تشرفوا الكره المصريه عموما. مباراه وانتهت، القادم ان شاء الله بالنسبه لك هيكون افضل، التركيز المرحله الجايه شايفها ازاي؟ ايوه طبعا، خلاص احنا بالنسبه لنا دي مباراه كسبناها وخلاص ثلاث نقط، لسه الموسم طويل، لسه عندنا بطولات كبيره لازم ندافع عليها. الحمد لله اليوم خرجنا من الماتش ده باحسن حاجه كنا عاوزينها هي ثلاث نقط. دلوقتي حنروح المنتخب وكده، كل اللاعيبه هتروح المنتخب، وبعدين لما نتجمع ثاني ان شاء الله هنشتغل علشان زي ما قلت لك في الاول نخلي جمهور النادي الاهلي مبسوط طول السنه ان شاء الله. جيبوها، ده الهداف، ده المخيف اصلا حبيبي يا اشرف. اكيد الفرحه كبيره يا كابتن ايمن، وبنشكر اكيد كل نجومنا الحقيقه، لعيبه النادي الاهلي، المدير الفني بيتسو موسيماني، الجزء